الرياضة على مستوى العالم، ولكن مهدها في أمريكا ويمكن 3 أو 4 دول اللي هم استضافوا هذا الحدث، اللي هم إيرلندا، يونان، بالإضافة إلى الصين. نعم فنحن الدولة العربية الوحيدة في الشرق الأوسط نستضيف هذا الحدث الكبير جدا من 7500 لاعب، 24 لعبة، يعني 7 أيام، يعني بصراحة شيء نحن نفتخر فيه.